قضية الأمازيغية كانت عرفت في سنة 2001 إدخالها في الدستور كلغة وطنية. سيادة رئيس الجمهورية أخذ بعين الاعتبار الواقع في الميدان. الواقع في الميدان هو أن اللغة الأمازيغية ما زال في حاجة إلى عمل أكاديمي وخبراء لجعلها لغة. لجعلها لغة. لجعلها لغة. الواقع في الميدان هو أن اللغة الأمازيغية ما زال في حاجة إلى عمل أكاديمي وخبراء لجعلها لغة. لجعلها لغة. لجعلها لغة. لجعلها لغة موحدة. نصرح بعضنا بعض، منذ سنة 95 والأمازيغية تدرس في المدارس، لكن عندما ننظر إلى الواقع تدرس في منطقة ولاية تيزي وزو ولا بجاية بالقبائلية، تدرس في ولايات الأوراس بالشاوية إلى آخره. ما هي اللغة الأمازيغية التي أجبر الطالب على أن يقرأونها؟ على أن يقرأوها في تيزي وزو أنا أجبر الطالب أن يقرأ أن يتعلم بالقبائلية. هل يمكن أن أجبر الميزابي في غردايا أن يتعلم القبائلية؟ يستحيل. إذن الهدف من الإجبار هو أن لنشرها. إذا كان لنشرها هي منشورة منذ قبل الإسلام وما تزال موجودة ولن ينزعها أحد. في بلاد الشوية يرفض تعلم اللغة الأمازيغية لأن عنده اللغة الأمازيغية القبائلية بالحرف اللاتيني، يرفض، يقولوا نحن نتعلم الشوية ما نتعلموش القبائلية. قضية الأمازيغية وتمازيغ هذه مسألة تعتبر في حكم الدراسات الأكاديمية هي لغة افتراضية، ولذلك وجود أمازيغية هذا ضرب من الخيال. والدليل على ذلك أن هناك واقعة تاريخية معروفة في أيام الشيخ العربي التبسي. العربي التبسي شاوي معروف، سأله واحد من أبناء جمعية العلماء من منطقة القبائل، قال له وهو في معرض حديثه لم يقل اللهجة، قال اللغة القبائلية. قال له أنت تعتقد حقيقة أن هناك لغة اسمها اللغة القبائلية؟ قال له نعم. قال له من أبسط أبجديات وجود لغة هو وجود تعداد حساب. قالوا احسب. قالوا ايش؟ وهذه بالشاويه سن 3. قالوا حبس. ايش سن شاويه و3 راهي عربيه؟ ابحث لك عن رقم 3 الى ما لا نهايه.